ازيكم يا مواليد برج العذراء؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج العذراء الجمعه 8 اكتوبر تشرين الاول 2021. قد يبدو اليوم ببعض الارتباك، وقد يأتي شخص ذو عزيمة روحية لإنقاذك. سيرشدك الشخص ويمكنك اتباع نصائحه كما يتم تقديمها بنية صافية اليوم. قد تميل أيضا إلى زيارة مكان مقدس اليوم. النصف الثاني من اليوم سيمر بسلاسة ويمكن الاستمتاع مع الأصدقاء. عاطفيا، إذا كنت تحلم بالاستمتاع ببعض اللحظات الرومانسية مع شريكك الحبيب، ترى اليوم فرصة جيدة. استمتعوا باليوم معا سواء في حدود منزلك أو في مكان قريب من الطبيعة. لا يتوقف الضوء الناعم والروائح الستائر الناعمة عن زيادة حدة الرومانسية. اذهب خلفها، سيكون لديك وقت رائع اليوم. مهنيا، بذل قصاري جهدك. لقد كنت كثيرا داعما للآخرين، ولكن يبدو أنهم لا يهتمون بمصلحتهم حتى. انسى تقديرك لمساعيك، لذلك فقط لا تهتم بمثل هؤلاء الأشخاص واستمر في فعلك لشغلك. اربط المشاعر بالعمل التي تقوم به وليس بالأشخاص الذين لا تعطيهم أهمية لك. صحيا، عليك توخي الحذر الشديد حتى لا تكتسب الوزن. ستجد أنه حتى لو كنت قد تحكمت في نظامك الغذائي فإنك تشعر بالثقل والانتفاخ. قد يتغلب عليك نوع من الخمول مما يجعلك تشعر بالتعب واللامبالاة. هذه حالة ذهنية ليست من جسدك. يمكن أن يساعدك التأمل وغيره من الانضباط العقلي والجسدي على الشعور بأنك أخف وزنا ولياقة اليوم. توقعات برج العذراء للرجل. مواضيع صعبة تشغلك في هذا النهار، آخره أفضل من أوله، ومن بعد الظهر سترتاح، لكن مزاجك الانفعالي قد يكون مصدر مشاكل سوف تتخطاها. انتبه للعمل والصحة. عائليا واجتماعيا ينصحك الفلك أن تستمتع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم. توقعات برج العذراء للمرأة. أنت حرة الإرادة قبل كل شيء وأي شيء. تذكري هذا دوما ولا تحاربي أحد. ركزي على نفسك فقط وابحثي عن سعادتك في أصغر الأمور. عيشي وقتك ويومك ولا تفكري كثيرا بأمور سلبية أو خوف من المستقبل. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 أغسطس إلى 3 سبتمبر. حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل الثقة. سوف تنفذ الحماس التي تغمرك وتتحلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق. انتفع من تلك الطاقة الصادرة منك قبل أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك. توقعات العلامة الثانية مواليد 4 سبتمبر إلى 13 سبتمبر. سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما من خلال تلك القوة الداخلية، فإنك تنبع منك الثقة والنزاهة، وسوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون. فلا تتأخر عن تقديم المساعدة قدر الإمكان دون الانشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 14 سبتمبر إلى 22 سبتمبر. تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبا إليك، كما أن الصلات التي قد تكون لها تأثير إيجابي على مستقبلك تظهر في كل مكان. تأكد من أنك تقدر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم، وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.